سريعا مع حضراتكم. زي النهارده في 20 نوفمبر 1959 الاهلي فاز على الزمالك 2-1 في الدوري، سجل له رفعت الفناجيلي وطه اسماعيل. زي النهارده 21 نوفمبر 1934 بقى مولد مدرب كبير في النادي الاهلي كان له بصمه، الالماني ديتريش فايسا، اللي قاد تدريب الاهلي من سنه 88 ل 90 ورحل بعد الغاء الدوري وتوقف النشاط. فايسا واحد من خبراء الكره الالمان اللي كان ليهم بصمه مهمه جدا على الكره المصريه. الاهلي كسب الزمالك 1-0، ده كان مباراه مهمه جدا في دوري 88-89. نفكر حضراتكم باهداف هذه المباراه. الحقيقه من المباريات القمه اللي كانت مهمه في موسم 88-89 الاهلي فاز على الزمالك 1-0 نفتكره. لمحمد عبد الجليل واحمد رمزي، تطوى الكوره وعبد الجليل وعلى بيهو الجول الاول للنادي الاهلي، تتلعب بالكوره لعلاء مهوب بن عبد الجليل، وكان واقف علاء مهوب لوحده يلعبها على شمال ايمن طاهر، يحرز علاء مهوب الهدف، يتقدم النادي الاهلي بهدف لعلاء مهوب. يعني الحقيقه الاخرى دي انا زي ما قلت لك يعني على انها بتبقى سريعه وخاطفه، بس بتفكرنا بحاجات جميله جدا. وبمناسبه ماتش رفعت الفناجيلي وكابتن طه، يعني اللي اتفرجوا يا جماعه على كابتن رفعت بيتكلموا على واحد يعد من افضل من انجبت الكره المصريه، سواء في صناعه اللعب او في خط الوسط، لاعب كبير جدا جدا. يا سلام تمام. لو ربنا عوضنا. طيب بمناسبة نجوم هذا الجيل، في 21 نوفمبر 37 كان مولد واحد من نجوم هذا الجيل، الكابتن ميمة عبد الحميد، نجم الأهلي في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وواحد أيضا ممن لمعوا في هذا الجيل في الستينات والسبعينات. توفي في 30 نوفمبر 2020 الكابتن ميمة عبد الحميد عليه رحمة الله. في 21 نوفمبر 1947 الاهلي فاز على على فاروق اللي هو الزمالك لاحقا 1-0 في دوري القاهره، سجل الهدف احمد مكاوي عليه رحمه الله. وفي 21 نوفمبر 86 بقى الاهلي فاز على السجارة الجابوني 3-0 في ذهاب بطوله افريقيا للانديه ابطال الكوس، سجلهم طاهر ابو زيد هدفين ومجدي عبد الغني هدفا ممكن نفكركم بيهم. على ساعتنا فات 10 دقائق والنتيجه لا تزال 0-0. شاطر جول جول طاهر ابو زيد، طاهر ابو زيد، طاهر ابو زيد، قنبله قعد الجول على ركبه ودخل الجول الاولاني بعد 10 دقائق على طول. علاء مهوب حلوه لمصطفى عبده جميله وبالعرض، هو الجول الثاني، الجول الثاني طاهر ابو زيد، كره مرفوعه من مصطفى عبده يحطها طاهر ابو زيد، ابو زيد ابو زيد اثنين، مجدي حط الجول الثالث، الجول الثالث مجدي عبد الغني، مصطفى عبد يا شيخ برجلك الشمال حلو، ماشي يا مصطفى، ماشي خش يا مصطفى والعبها بالعرض، والجول الرابع، الجول الرابع وسهلا. ماشي يا بيه، اجوان جميله. لكن بقى. زي اليوم زي النهارده ده محافل بالانتصارات. هفكرك بماتش اكيد فاكره كويس، 22 نوفمبر 1974 الاهلي بيفوز على الزمالك 2-1، جونين مين بقى؟ مصطفى عبده وعبد العزيز عبد الشافي. اعتقد مباراه كانت مثيره جدا وقويه في 74 نفتكرها. صح، الحكم الايطالي شاشي جوليو، وكمان لعبه حلوه انور سلامة ثاني واحمد عبد الباقي ثاني والرافعة في النص وحلوة وكويسة. عبد العزيز عبد الشافي بدماغه بعد 20 دقيقة 2-1 للنادي الاهلي. الماتش ده كان الكابتن فاروق جعفر بيلعب
ستوبر او سيرد باك، والكابتن عبد العزيز كان لسه عنده 17 18 سنه، وطلعت التشنيعه ان كابتن قالوا له ايه الجون الحلو ده، قال لهم ده انا كنت بعد الكرافطه. طيب زي بكره بقى 22 نوفمبر 85 الاهلي بيفوز على الفينتوس النيجيري 2-0، كان مباراه الذهاب في نهائي ابطال افريقيا لابطال الكؤوس، والهدفين للمجدي عبد الغني وزكريا ناصف نفتكره. خطير مجدي عبد الغني، وهوبا يا سلام حلوه اتقطعت علاء للخطيب يا ناصر، ارجعوا للتعادل ارجعوا للتعادل، زكريا ناصر زكريا الجول الثاني، يا سلام يا خطيب، الخطيب بتاع بلد زكريا هوبا الجول الثاني. الكابتن مجدي عبد الغني تتفق تختلف معاه، لكن كلاعب لا، كان بيطور نفسه وكان من اهم لعيبه خط الوسط. طيب دي جولتنا السريعه في ثنايا تاريخ كبير وطويل وحافل، وصدقوني لو حد هيعمل احصاء كل يوم على مدار السنه زيه يوم بل ايام كتيره جدا للاهلي فيها انتصارات واهداف وتتويجات.